السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طبعا كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد مباريات أمس السبت الموافق 27/11/2021. وبعتذر إن كنت تعبان وبعمل فيديو في وقت متأخر جدا، احنا بقينا تاني يوم الساعة 10 الصبح، يعني أنا آسف جدا لحضراتكم. متابعين الكرام، بدأت الجولة الثالثة الرابعة عشر عذرا أمس يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 بتعادل كالياري امام سالرنتانا 1-1. احرز ده في كالياري ليوناردو بافوليتي في الدقيقه 73، وبونازولي سجل هدف التعادل في الدقيقه 90 لسالرنتانا. اما امس السبت 27/11 ايمي باولي فاز على فيورنتينا 2-1، وفلاهوفيتش هو اللي سجل هدف فيورنتينا في الدقيقه 57. سامبدوريا فازت على هلاس فيرونا 3-1. احرز ده في سامبدوريا انطونيو كاندريو في الدقيقه 51، والبين اكدال في الدقيقه 77، ونيكولو مورو في الدقيقه 90، وهدف هلاس فيرونا جه في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب أدريان تاميز. يوفنتوس خسر أمام أتلانتا 0-1، وأحرز ده في أتلانتا في الدقيقة 28 دوفان زاباتا. فينيسيا خسرت من إنتر ميلان 0-2، وأحرز دفاعي إنتر ميلان تشالهانوغلو في الدقيقة 34 تشالهانوغلو في الدقيقة 34، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 96 من ضربة جزاء. متابعينا الكرام، اليوم بإذن الله تعالى الأحد عندنا أكتر مباراة، توقع لمباراة ميلان أمس سولو، وروما امام تورينو، ونابولي امام لاتسيو. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. حاليا في المركز الاول في صداره الدوري نابولي ب 32 نقطه، ميلان في المركز الثاني ب 32 نقطه ايضا، انتر ميلان المركز الثالث ب 31 نقطه، بس نابولي وميلان لسه ما لعبوش. اتلانتا المركز الرابع ب 28 نقطه، روما المركز الخامس ب 22 نقطه ولسه ما لعبتش مباراتها. لاتسيو في المركز السادس ب 21 نقطة لسه ملعبتش، فيورنتينا المركز السابع ب 21 نقطة، يوفنتوس المركز الثامن ب 21 نقطة، هيلاس فيرونا المركز التاسع ب 19 نقطة، ايمي فاولي المركز العاشر ب 19 نقطة، بولونيا المركز الحادي عشر ب 18 نقطة، تورينو المركز الثاني عشر ب 17 نقطة، ساسولو المركز الثالث عشر ب 15 نقطة، سامبدوريا المركز الرابع عشر ب 15 نقطة، فينيسيا المركز الخامس عشر، قلنا سامبدوريا المركز الرابع عشر، فينيسيا المركز الخامس عشر ب 15 نقطة أيضا، اودينيز المركز السادس عشر ب 14 نقطة، سبيزا المركز السابع عشر ب 11 نقطة، جنوا المركز الثامن عشر ب 9 نقاط، كالياري المركز التاسع عشر ب 8 نقاط، سالرنتانا المركز العشرين والأخير ب 8 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا في المركز الأول ب 11 هدف، المركز الثاني شيرو موبيلي لاعب لاتسيو ب 10 أهداف، المركز الثالث دوفان زاباتا لاعب أتلانتا ب 9 أهداف، وجيوفاني سيميوني لاعب لاتسيو في المركز الرابع، جواو بيدرو لاعب كالياري 8 اهداف، المركز الخامس ايدن جيكو لاعب انتر ميلان ب 7 اهداف، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. بعتذر جدا عن التاخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.